ثم كانت الفرقة الإقليمية للدوري الوطني بالسمار بتوقيف شخص يحتكر كمية معتبرة من مادة الفاصوليا والتي كانت موجهة للمضاربة، خاصة وأنها من المواد الأكثر استهلاكا. العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة للفرقة بوجود شخص يقوم بمعاملة تجارية مشبوهة في مختلف السلع الغذائية المستوردة من دول أجنبية من أجل تخزينها وبيعها بأسعار مرتفعة ليحقق من خلال هذه العملية أرباح غير مشروعة. استغلال المعلومة، تم تشكيل دورية رفقة مصالح التجارة بلدية الجزائر على مستوى أحد أحياء بلدية القسنطينة، حيث تم حجز كمية معتبرة من مادة الفاصوليا مقدرة ب 46 طن. بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة سيتم تقديم المعنية من الجهات القضائية المختصة من أجل مضاربة غير مشروعة وممارسة تجارة غير شرعية من خلال بيع مواد أولية على حالتها الأصلية.